الاخوان السلام عليكم. غادي نتقواد اش خباركم؟ ايه الظواهر عاوتاني جيبوا عند انستغرام ولا كذا. احساس نعم دنيا اكلبس يوتيوب ثم اليوتيوب ثم اليوتيوب. هنايا عايشين انبيكابل مع اليوتيوب وجلوي وصير يا ربي وهذاك اللي صنع اليوتيوب وصير انا بغيت لك الجنة. كتبغيني زعما انا بغيك غادي تخرج لنا في شي حاجة اخرى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد احساس مرحبا بك. الله يحفظك شكرا بزاف على الضيافة ديالك و فاش كيرد بنادم هذا كريزي مان. قبل ما نبداو معاك هذا اللقاء نبغيو نتعرفوا عليك بعدا. شكون هو أنا محمد احساس؟ انا محمد احساس عندي بعد سيدي التمثيل والغنى مع مرسي وداك الشيء راه الناس كاملين عارفين القضيه. واش واخد الضوء ديالك تجي بحال شويه ماشي هو هذا الممثل والحمد لله بعدا كاين بعدا الشهره الحمد لله و... هاي 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 الحمد لله. دابا انت ممثل بطبيعة الحال ممثل مشهور بطبيعة الحال الحمد لله. خليوني 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 في حالي انا ما بغيت زواج انا عجبني حالي. انت كتقضي لك المره الحلاحه ولا المره السحاره؟ غادي هي نزلت ما غادي هي حتى حاجه. مزوج بعدا؟ انا مزوج غارقه دراري عندي فرقه خاصها التيران. زوينه عندك هذه ممتازه. اتمم اتمم قبل على راسك لان الزوجه ديالك تبان. شوف اول حاجه هنايا بهذا المنظر فهمتي وزي دابا هي الباس هكاك اصلا في الزنقه تخرج هكا. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. اصلا الباس هكاك دابا زعما في الزنقه في الزنقه ما زعما عادي في الزنقه هكاك تلبس هي تتلبس هكاك هي تتلبس بحال هكا. نتق الله خليتك الله ودعيتك الله على زعما في الكاميرا ممنوع وفي الزنقه ماشي بحالك. كنشوفك الحاقود كنشوفك راك بين عيني كنشوفك الحاقود زعما 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 بحال زعما تفوس خمس خوت الوالدين تفوس خلق الله. دابا تيشوفوك طالع تيقولوا دابا دابا كيفاش دابا داير غيدير مستقبله زوين وما احنا خاصنا دابا ضروري نقولي شي حل ونهودوه. عاودي الحاجه انا وياه عايشين بحال الكور بحال هكاك حنايا. كومون؟ انا وياه عايشين بحال الكور بحال هكاك. ارعد اويلي ولا شي حاجه ولا شي نصاره كبيره هادي هكا بحال هكاك احنا احنا ديما هكاك احنا تنبغوا نصطو تما عايشين بحال بحال الكور. ناري 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 الطارود سيد حالو فيه الطبه ديال السبيطار الحماق ديال مول البركي ديال الحبس اخر سبيطار الحماق اخر طبيب كتزورو في المغرب هو هذاك ديال البسيكتيات خلي كيديوك عندو من غرفه الحبس كيديوك عندو هذاك هو اخر بسيكتيات. تخيلوا معايا هذاك وحال فيه بنادم عايش حياته عادي دير مو حياه سير دير مو بالصايه. خصنا نطول المحامي المكلف بالقضيه ديالك والمشكل هو ان المحامي ديالي مريض والله يجعلني نجلس. محامي ومريض غيحامي علينا ومريض على تنايا واحد 3 شهور اخرى ما على باليش غنبردي خدمتي نبردي بزاف من خدمه عندك سيتي راه الدري اللي مقابله تما راه كيجي معاك اش من خدمه عندك. لا لا سيرو شوف مهم مادموزيل ملاك يا ربي تسمح لي ملاك والاخ وائل سبيتي كنتمنى لكم بون فواياج وسو وعرس ان شاء الله مبارك بالرفيه والبنين. والله يسهل عليكم واسمح لي يا خويا نزار سمعتيني اسمح لي يا خويا الا كنت غلطت انا المره الاولى ما نسحبش المدام ديالك وتنتي اختي سمحي لي بزاف وديك الكلمة راه ما غنزعهاش ديال وجهك كيعاود حيت هادي خاصك تقبلها وجهك كيعاود. ولكن سمحي لي وبون كونسوسياسيون بون كونسوسياسيون الله يسهل عليكم صافي. هاد الناس ظريفين باغيين يتزوجوا يخويو ني تهبيل تهزوا علينا ديال الطاليان فهمتي راه مزيانه لينا
هزي القلاوي ديال طاليا سيري تيويات. صافي سمحوا لي حيت هادو غيصيفطوني للحبس والوالده الصباح قالت لي قالت لي دابا داك الهبيل قال لك هذاك الهبيل فهبيل حنت عارفين وكل شيء عارفو هبيل والله ما صافي سير الله يسهل لك سير انا نقنج بالمشاكل مع الناس انا واش انت هالملولي وحياتك عذاب وما يدب حياتك ضاعت واش انت جروا عليك من البوليس ضربتي الحبس وحياتك عذاب واش انت يا والله الا لا معذب في حياتك وحق الله انت معذب في حياتك انا نقولها لك من هنا وسير اصاحبي سير ينعل طب امكم. كان هذا اخر خبر في الشان الثاني رافقتكم السلامه وستر مولانا سلموا على الفاميله الى اللقاء.